معانا على التليفون دكتور جمعة السقا، عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا. البقاء لله وقلوبنا معكم، ويعني كيف علمتم الخبر؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أستاذ أنجي، شكرا للمداخلة. فبالنسبة لبنت أخي الفنانة إيناس السقا، امبارح تلقينا الخبر بفاجعة، بصدمة كبيرة جدا، لأن إيناس إنسانة فنانة حساسة مرهفة، تظلل على أسرتها، ليس لها في السياسة وليس لها في أي تيارات سياسية نهائي. كان ذل حياتها منصب على الاهتمام ببيتها وأبنائها وعملها. حين تلقينا الخبر لم نصدق، يعني لم نصدق هذا، يعني لأن احنا نعلم هي كانت البيت اللي هي ساكنة فيه كان مهدد، فتركت هذا البيت، ذهبت لمركز إيواء في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وكلنا نعلم أن هذا يعني المدرسة والجامع والكنيسة هي من الأماكن المحرمة في الحروب، يعني إن هي الاقتراب منها يعني. لكن برضو المركز الثقافي الأرثوذكسي تلقى تهديد مما اضطرها إلى ترك المكان، وكان هناك عائلة من عائلة الوحيدي استضافوها هي وبناتها، لأنهم وجدوها مش عارفة تروح في أي مكان، يعني ليس هناك ملجأ، يعني كل البيوت نازحين، كل أهل المنطقة كلهم نازحين ونزحوا إلى الجنوب. دخلت عائلة الوحيدة، ما دخلت يعني فيش نص ساعة إلا خلاص وصلنا خبر بأن هذا البيت يعني استهدف، بعد ما دخلت بنص ساعة ما فيش دقائق يعني دقائق فيعني كانت بتبلغ الأسرة إن هي في تحركاتها في كل مكان يعني. فلما علموا بالبيت يعني علمنا، وإحنا في لسه أمل إن إحنا يكون الخبر كاذب أو يعني غير صحيح. ذهبوا بعض أفراد الأسرة والدفاع المدني للمكان، لقوا البيت كله على يعني كله على الأرض يعني. الدفاع المدني تمكن من استخراج جثة. ده البيت لوحده ولا المنطقة؟ لا، هو كان بيت لوحده في هذا المكان يعني. هم متعودين يضربوا منطقة بالكامل، بس في هذا المكان المربع بالذات، طبعا هم استهدفوا المربع بالكامل سابقا، ولكن عادوا لنفس المكان وضربوا البيت اللي سبحان الله هي توجهت. تعتقد دي صدفة ولا مقصودة؟ والله ما فيش صدفة عند اليهود. اليهود ما عندهمش صدفة خالص، هم بيتمعنوا في قتل المدنيين ويزودوا عدد الشهداء عشان يظهروا امام العالم انهم او امام يعني شعبهم انهم بيحققوا انجازات، لكن ما فيش انجازات، كلها في المدنيين يعني. فلما نقلوا الجثث على المستشفى، طبعا اللي تمكنوا يشيلوه من تحت الانقاض ودوه على المستشفى، كانت بعد التعرف عليها ايناس شهيده، لين شهيده، ساره شهيده، ابنها ابراهيم، في كمان بنتين الان هم في العنايه المركزه، فرح وريتا. فرح اصابتها كانت في الحوض، كسور متعدده في الحوض والساقين. وفعلا ابنها مات كمان في المستشفى؟ اما انا جاي لك لسه. لا، هو اللي كان يتخيل لهم ان الطفل اللي نقل الى المستشفى هذا هو ابراهيم، لانه مشوه يعني. فلما تاكدوا انه مش ابراهيم، دوروا في المستشفى، دوروا في الاقسام، في كل الاقسام، لم يجدوا ابراهيم، دوروا في الثلاجات، ما فيش ابراهيم. بلغوا الدفاع المدني يا عم ابراهيم مفقود، وبعدين اعلنا في السوشيال ميديا انه اللي بيلاقيه يعني يتعرف علينا، يبلغنا في التليفون. الدفاع المدني رجع ثاني للمكان نفسه، لقى في جثه، طبعا خاطروا بانفسهم الدفاع المدني ودخلوا تحت الانقاض. لقوا في جثه موجوده، الجثه هذه طفل، طبعا تمكنوا من ان هم يقتربوا منه يعني يجسوا نبضه يشوف، لكن يعني لقوا انه ما فيش حياه، ما فيش اي نبض يعني، ولكن استخراجه كان مستحيل، لان في قطعه الخرسانة اللي كانت نازله عليه لا يمكن لبشر انه يشيلها، يعني محتاجه معدات يعني بلدوزر، جرافات اللي تشيل والى الان ابراهيم تحت الانقاض، لان ما فيش معدات، ما فيش دفاع مدني قادر انه يوصل له، القوة العضلية للأفراد لا تستطيع يعني، خرسانة ضخمة يعني. نعم. فإبراهيم لازال تحت الأنقاض وهو شهيد.
قلوبنا معكم الله يخليك. يعني كل الكلام وكل التعازي لا يكفي ومش معبر عن اللي احنا بنشعر بيه تجاه هذه الجرائم المروعة، والحقيقة يعني المصاب واحد والألم واحد.